سهل قراءة القرآن على المسلمين، ووصل خطه لكل دول العالم. طبع من القرآن أكثر من 200 مليون نسخة بخط يده، ورغبها المسلمون أكثر من الخطوط الأخرى. 30 عاماً من العمل والجهد، وكلها خدمة للمسلمين والإسلام. سوري استقبلته المملكة العربية السعودية قبل سنوات ليكون خطاط القرآن الكريم. عثمان طه، أنامل من ذهب. ولد عثمان طه في ريف مدينة حلب عام 1934. والده هو الشيخ عبد حسين طه، إمام وخطيب مسجد وشيخ كتاب البلد. أخذ مبادئ الخط من والده الذي كان يجيد خط الرقعة، ودرس المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية في مدينة حلب في الكلية الشرعية الخسروية. تتلمذ في هذه الفترة على يد مشايخ الخط في مدينة حلب، منهم محمد علي المولوي ومحمد الخطيب، وأخيرا إبراهيم الرفاعي خطاط مدينة حلب. درس المرحلة الجامعية في مدينة دمشق، وحصل على درجة الليسانس في الشريعة الإسلامية من جامعة دمشق عام 1964، وعلى الدبلوم العام من كلية التربية من جامعة دمشق عام 1965. تعرف طه في دمشق على محمد بدوي الديراني، وهو خطاط بلاد الشام الشهير، وأخذ منه الكثير في الخط الفارسي وخط الثلث، وذلك من عام 1960 حتى عام 1967. كما كان يجتمع مع كبير خطاطي العراق هاشم محمد البغدادي حين يزور دمشق، ويأخذ منه تمرينات وتعليقات كثيرة حول خط الثلث والنسخ، ليتمكن في النهاية من الحصول على إجازة في حسن الخط، وذلك من شيخ الخطاطين في العالم الإسلامي حامد اللامدي عام 1973، وعين عضوا في هيئة التحكيم الدولية لمسابقة الخط العربي التي تجرى في إسطنبول كل 3 سنوات منذ عام 1988. كما درس الرسم وعلم الزخرفة على يد سامي برهان ونعيم إسماعيل ليتقن بذلك الخط بكل احترافية. وفي ذات الوقت لم يتجاهل طه استكمال علمه، وقال في إحدى المقابلات أنه سار على وصية والده بأن العلم هو من سيكمل جمال خطه، وإلا سيصبح خطاطا جاهلا لا يثق فيه أحد. كاتب المصحف. سريعا اتجه طه لكتابة القرآن الكريم بخطه، فبحلول عام 1970 كتب أول مصحف بخط يده، وذلك لوزارة الأوقاف السورية، واستمر بكتابة المصحف لعدة سنوات، ما أعطاه شهرة واسعة بين الخطاطين العرب، وباتت النسخة التي يكتبها تنال رضا القراء المسلمين. عام 1988 كان الانتقال بمسيرة عثمان طه، فقد عين كعضو في منظمة التحكيم الدولية لمسابقة الخط، وهي المسابقة التي تقام كل 3 سنوات بمدينة إسطنبول التركية. وفي ذات الفترة كانت المملكة العربية السعودية تبحث عن صاحب الخط الذهبي الذي أحبه المسلمون لتصل إليه في ذات العام، وانتقل حينها للسعودية ليعين خطاطا في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة، وكاتبا لمصاحف المدينة المنورة بالكامل. ومن ذلك المكان تمكن طه من إيصال خطه لكل أنحاء العالم، وتلك المرة بطريقة لا مثيل لها، تمثلت بآيات الله سبحانه وتعالى. لماذا عثمان طه؟ يمتاز المصحف الذي خطه الخطاط طه بأن كل الصفحات تنتهي مع نهاية إحدى الآيات، فقد كتب طه بخط يده لمجمع الملك فهد 4 مصاحف، وطبع منها ما يزيد على 200 مليون نسخة، وزعت على مختلف دول العالم، ووضع اسمه عليها. ومن أسباب تميزه أيضا أنه أجاد النوع الكلاسيكي من خط النسخ، ثم عزف عنه إلى أسلوب متميز في كتابة المصاحف،
ذلك التميز هو ما جعل من المصاحف التي خطها عثمان طه تنال استحسان قرائها، إذ عمد إلى اتخاذ عدة خطوات في كتابة المصحف، مثل التخلص من الكثير من التركيبات الخطية التي كانت تعيق الضبط الصحيح، كما تخلص من أشكال بعض الحروف من خط النسخ، وذلك تفادياً لالتباسها بحروف أخرى مشابهة لها، مثل الهاء المشقوقة والميم المطموسة بأنواعها والراء المعكوفة، واعتمد على أسلوب تبسيط الكلمة، وهو الأصل في الخط الكوفي الذي كتب به القرآن أول مرة أيام الصحابة، أي الحرف إلى جانب الحرف، وبذلك تأتي الحركات فوق الأحرف التابعة لها بدقة، كما يلاحظ ذلك في مصاحف مجمع الملك فهد. يضاف لذلك أنه اكتسب خبرة في توزيع الكلمات في السطر الواحد، بحيث ينتهي السطر كما بدأ دون تزاحم للكلمات في النهاية كما في كثير من المصاحف المخطوطة، وذلك من أجل أن تظهر الصفحة متناسقة من حيث حسن الترتيب والتنسيق. كما امتلك طه خبرة وعلما من علماء القراءات أعضاء اللجان العلمية لمراجعة المصاحف المخطوطة، واستفاد من آرائهم في تطوير خطه وطرق الكتابة. وقد كتب طه المصحف الشريف أكثر من 13 مرة، وكلها بالرسم العثماني، وقد طبع أكثرها وانتشر في العالم الإسلامي. نال الخطاط طه شهرة واسعة بين الخطاطين، كما أنه يحظى باحترام كبير في السعودية، وهو ما يتبين من خلال مطالبات متكررة بمنحه الجنسية السعودية. رفيق الخط. ظهر طه في عدد من اللقاءات والتي تحدث فيها عن مسيرته في الكتابة وكيف أتقن الخط بالكامل حتى تمكن من كتابة المصحف الشريف، كما ذكر لحظات خاصة به خلال كتابته، فقد ذكر أنه يمتلك أجواء خاصة لكتابة المصاحف، حيث يختلي بنفسه عن البشر بالكامل ويندمج اندماجا كاملا مع جمال الخط ومعاني الآيات القرآنية. ويقول مع ذلك الاندماج العميق أنه لو دخل سارق إليه وسرقه فلن يشعر به أبدا، كما أكد على حرصه على أن يكون متوضئاً دائماً، وذلك قبل البدء بكتابة القرآن الكريم. يضاف لذلك أن لديه قلماً خاصاً للكتابة لا يتخلى عنه أبداً، ودائماً يكتب به فقط. وخلال كل تلك السنوات تمكن طه من دراسة القرآن الكريم وفهم معانيه بشكل دقيق وكامل، كما ذكر أنه يعيش حالة من الراحة خلال كتابته للآيات التي تتحدث عن الجنة، ويتمنى ألا تنتهي أبداً. أما الآيات التي تتحدث عن جهنم فترتجف يداه ويتصبب عرقاً ويحاول جاهداً أن يتمالك نفسه. يتجاوز عمر عثمان طه اليوم 86 عاما، ومع ذلك يستمر بكتابة آيات القرآن يوميا، ولا يزال الخط الذي كتب به المصحف الشريف يجوب العالم، ويبدو أنه سيبقى يتداوله المسلمون ويدعون لعثمان طه لتسهيل قراءة القرآن الكريم عليهم.